أسرار الصحف نيدا الوطن. علم أن إشكالات عدة وقعت داخل مؤسسة لبنانية تعمل في الخارج، ولم تستطع الجهة السياسية التي تحتوي هذه المؤسسة حل الخلافات على الرغم من تدخلها القوي. وجه رئيس كتلة نيابية رسائل تطمين إلى خصوم تقاطع معهم حديثا تفيد بأنه لا يحيد عن الثوابت التي حددها رئاسيا مهما كانت المغريات. علم أن مؤسسة كهرباء لبنان تشهد أوضاعا إدارية متفلتة بسبب الخلافات بين المديرين ورؤساء المصالح والدوائر، وباتت التعليمات بشأن التوزيع والمعاملات ترد للمستخدمين من مرجعياتهم السياسية. الجمهورية تشهد المفاوضات بين فريقين سياسيين أجواء مبشرة بإعادة تطبيع العلاقات بينهما والتفاهم على قضايا خلافية حساسة. ينتظر مسؤول عام موعدا من أحد القادة من غير السياسيين من دون أي أمل بتحديده لتخلفه عن تعهد سابق. تلقى مسؤول كبير رسالة شفوية من رئيس دولة أوروبية معنية بالشأن اللبناني يعبر فيها عن تشاؤم كبير حيال الملف اللبناني وقلقا جديا على استقرار لبنان. اللواء بادرت سفيرة الدولة طالت الاحتجاجات بلادها إلى مغادرة العاصمة فورا من دون الطلب إليها ذلك رسميا. لم يتمكن عدد من النواب الذين شاركوا في جلسة الإدارة والعدل من التعرف على نائب الحاكم الرابع لمصر في لبنان. تنفذ خطة أمنية بعيدا عن الضوضاء في العاصمة والضواحي لضمان الاستقرار ومنع التعديات والتجاوزات بعد أحداث معروفة في الأسبوع الماضي. للمزيد زوروا موقعنا صدى الارز.com. إلى اللقاء.